في الفيديو ده هنكمل حساب الـ Average Probability of Error للـ Minimum Euclidean Distance Detector. نفكر نفسنا بالمسألة، عندنا Equiprobable Hypothesis، عندنا الـ Likelihood Functions Gaussian بالشكل ده، الفرق بين الـ Hypothesis H0 والـ Hypothesis H1 إن الـ Expected Value of R given H0 هي عبارة عن الـ Vector mu 0 والـ Expected Value of R given H1 هي عبارة عن الـ Vector mu 1. الـ Variance لكل كومبوننت من الفيكتور ار، يعني الفارينس لكل اوبزرفيشن هي عباره عن سيجما سكويرد، ولو اي لا تساوي جي الكوفارينس ار اي ار جي بيساوي 0، وده معناه ان احنا عندنا اندبندنت اوبزرفيشنز جيفن اتش 0 او جيفن اتش 1. لو عايزين نعمل مينيمايزيشن للافريج بروبابيلتي اوف ايرور هنستخدم الماب رول عشان عندنا ايكوي بروبابل هايبوثيسز. الماب رول هي نفسها الام ال رول، يعني هنقارن اللايكليهود فانكشنز، وعشان عندنا اللايكليهود فانكشنز جاوسيان بالشكل ده هيبقى عندنا الاوبتيمال ديتكتور. اوبتيمال بمعنى ان هو بيمينيمايز الافريج بروبابيلتي اوف ايرور، هيكون هو اليوكليديان ديستانس ديتكتور. تمام، ممكن كمان نعمل سمبليفيكيشن تبسيط اكتر من كده ونوصل للديسيجن رول دي اللي احنا بنحسب فيها ابساي بالشكل ده، بنقارنها بزيرو، لو اكبر من زيرو بنقول اتش 1، لو اقل من زيرو بنقول اتش 0. نخلي بالنا زي ما قلنا قبل كده ان ابساي لينير فانكشن of the observations، لان الترم الاولاني اقدر اكتبه ان هو summation i من 1 ل n r i mu 0 i minus mu 1 i. تمام، والميو 0 i هي الith element او ith component في الفيكتور mu 0، والميو 1 i هي الith element او الith component في الفيكتور اللي هو mu 1. عشان احنا عندنا الابساي هي linear function of the observations، والobservations دي جاوسيان بغض النظر عن الهايبوثيسز، يبقى الابساي نفسها لازم هتكون جاوسيان بغض النظر عن احنا بنتكلم عن اتش 0 ولا اتش 1، ونقدر نحسب الاكسبكتد فاليو والفارينس مثلا اندر اتش 0 ويطلعوا بالشكل ده. لو عايزين نحسب البروبابيلتي ان احنا نعمل ديسيجن ان فيفر اوف اتش 1 رغم ان الترو هايبوثيسز هي اتش 0، يا معناها ايه؟ معناها ان انا هاخد الديستريبيوشن اللي هو اف اوف ابساي جيفن اتش 0 وهكمله من صفر لما لا نهايه. يعني هجيب الاريا اندر ذا كيرف من 0 لانفينيتي. ليه؟ لان انا لو عندي حسبت الابساي، لو جالي ابساي وحسبتها ولقيت ان انا عندي قيمتها اكبر من الزيرو، هعمل ديسيجن ان فيفر اوف اتش 1 رغم ان ترو هايبوثيسز هي اتش 0. طبعا خلي بالك انت الاوبزرفيشنز اللي بتجي لك هي الفيكتور ار، يعني بيجي لنا ار 1 وار 2 وار 3 لغايه ار ان. تمام، واحنا بنحسب الايه الابساي او ما يسمى الديسيجن ستاتستيك. التكامل ده بنعبر عنه بدلاله الكيو فانكشن، وهي فانكشن مهم جدا في الاناليسيس بتاع الريدر سيستمز والديجيتال كوميونيكيشن سيستمز. الكيو فانكشن دي الاكسبريشن بتاع الكيو فانكشن، لكن جرافيكلي لو احنا عندنا جاوسيان ديستريبيوشن بالشكل ده، يعني الفانكشن دي عباره عن 1 على جذر 2 باي سيجما اكسبوننشال ماينس اكس ماينس ميو سكويرد على 2 سيجما سكويرد، يعني عندنا جاوسيان ديستريبيوشن المين فاليو بتساوي ميو والفارينس بتساوي سيجما سكوير. لو احنا عايزين نجيب التيل بروبابيلتي او الاريا اندر ذا كيرف من الثريشولد الفا لغايه انفينيتي، بنكتبها بدلاله الكيو فانكشن بالشكل ده، يعني بناخد كيو اوف الفا ماينس ميو، يعني الفرق ما بين الثريشولد اللي احنا بنبدا من عنده التكامل والمين فاليو للراندوم فاريبل، مقسومه على سيجما اللي هي الستاندرد ديفيشن اللي هي عباره عن الجذر التربيعي للفاريانس اللي هو سيجما سكويرد في الحاله دي. هنطبق الكلام ده على الحاله بتاعتنا مره تانية. احنا ايوه عندنا حاله جاوسيان لان الابساي جاوسيان بغض النظر عن الهايبوست اتش 0 ولا اتش 1. وليه الابساي جاوسيان؟ لانها عباره عن لينير سوبر بوزيشن اوف جاوسيان راندوم فاريبلز. لو طبقنا العلاقه دي هنلاقي ان احنا البروبابيلتي ان احنا نعمل ديسيجن ان فيفر اوف اتش 1 رغم ان ترو هايبوثيسز هي اتش 0 هي عباره عن الكيو فانكشن ال2 نورم of the vector mu 1 minus mu 0 على 2 على الايه على السيجما. ال L2 norm ل mu 1 minus mu 2 ده له معنى. لو انا عندي دي نقطه، ده الاوريجن بتاع الان دايمنشنال سبيس، ودي النقطه اللي هي mu sub 0، ودي النقطه اللي هي mu sub 1. ال L2 norm للفرق بين التو فيكتورز هو عباره عن اليوكليديان ديستنس ما بين النقطتين دول، هسميها هنا دي. يبقى البروبابيلتي ان انا اعمل ديسايد اتش 1 رغم ان ترو هايبوثيسز هي اتش 0 هي عباره عن الكيو فانكشن دي على 2، يبقى المسافه بين ميو 0 وميو 1 مقسومه على 2 على سيجما. مره ثانيه السيجما هي الستاندرد ديفيشن او الجذر التربيعي للفارينس اللي هو سيجما سكويرد. طيب الغلطه الثانيه في السيستم هي ان انا ممكن يكون الترو هايبوثيسز هي اتش 1 لكن رغم كده انا اعمل ديسيجن ان فيفر اوف اتش 0. نقدر نعمل اثبات نفس الشكل ده بالظبط، بس هنجيب
الديستريبيوشن بتاع ابساي جيفن اتش واحد هو برضو جاوسيان. هنجيب المين فاليو ونجيب الفاريانس وبرضو هنستخدم الكيو فانكشن، لان احنا هنا هنجيب التيل بروبابيلتي، بس هنجيب البروبابيلتي ان الابساي تكون اقل من زيرو. ليه؟ لان انا لو الابساي اقل من زيرو هعمل ديسيجن ان فيفر اوف اتش زيرو، رغم ان الترو هيبوس في اتش واحد وده غلط، واقدر اثبت ان انا هيجي لي نفس بالظبط الايه البروبابيلتي اللي هي كيو دي على 2 سيجما. من هنا اقدر احسب الافريج بروبابيلتي اوف ايرور، هي البراير بروبابيلتي للاتش اوف زيرو اللي هي نص مضروبه في الكيو فانكشن زائد البراير اوف اتش واحد اللي هي نص مضروبه في الكيو فانكشن، يبقى هو ده عندي الافريج بروبابيلتي اوف ايرور. ودي علاقه مهمه جدا وبنستخدمها كتير جدا في الاناليسيس بتاع الديجيتال كوميونيكيشن سيستمز. يا مره ثانيه، لو انا عندي مساله فيها ايكوي بروبابل هايبوثيسز وعندي الفرق بين التو هايبوثيسز ان المين فاليو للفيكتور اوف اوبزرفيشنز ار جيفن اتش 0 هي عباره عن النقطه ميو 0 و جيفن اتش 1 هي النقطه ميو 1 في الان دايمنشنال سبيس، الاوبتيمال باوندري هو عباره عن ايه؟ ان انا بوصل السيجمنت ما بين النقطتين دول، بجيب نقطه المنتصف برسم هايبر بلين عمودي على السيجمنت. لو انا جالي اي الاوبزرفيشن فيكتور الناحيه دي بقول ان انا عندي اتش 0، لو جالي الناحيه دي بقول ان انا عندي اتش 1. عايز اعرف الافريج بروبابيلتي اوف ايرور، افريج بروبابيلتي اوف ايرور هي عباره عن كيو الديستنس يوكليديان ديستنس ما بين النقطتين دول اللي هي عباره عن دي مقسومه على 2 على السيجما. ما ننساش ان السيجما هي عباره عن الجذر التربيعي للفاريانس اوف ار اي فور افري اي. ما ننساش احنا في الحاله بتاعتنا الاوبزرفيشنز ار independent given hypothesis H0 و independent given hypothesis H1. طيب الحالة اللي احنا اتكلمنا عنها دي فيها الفيكتور R موجود في ال N dimensional real space. What if ان ال R كانت في ال complex space، في ال N dimensional complex space؟ يعني عندنا N complex observations، دي برضو حاجة مهمة جدا في communication systems. بنوصل لنفس النتيجه، الاثبات يمكن اصعب شويه لكن بنوصل لنفس النتيجه. في فرق بسيط ان الافريج بروبابيلتي اوف ايرور في حاله الكومبلكس كيس بتبقى عباره عن كيو، البسط هو عباره عن دي على 2، لكن المقام عباره عن سيجما على جذر 2، والسيجما هي عباره عن جذر التربيع للفاريانس بتاع الار اي. تمام، يبقى هنا بنقسم على جذر 2، ده الفرق بين الريل كيس والكومبلكس كيس، والكومبلكس كيس ممكن اكتشلي تكون اهم في حاله الاناليسز اللي بنعمله لانظمه كتيره جدا رقميه.